مساء الفل على كل السادة المشاهدين، واهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج خلاصة الكلام. خليني في البداية اتكلم وارحب بضيفي الاول في الاستوديو الاستاذ ايمن محفوظ، منورني ومشرفني. اتشرفت بحضرتك يا مصطفى. يا اهلا وسهلا بيك. طبعا احنا طبعا في ان احنا غيرنا موضوع الحلقة، بس خليني نتكلم عن المشاكل الأسرية ونتكلم عن الطلاق من الناحية القانونية. احنا حلقتنا النهاردة عشان نقول حتى لا يتم الطلاق ايه الحلول اللي ممكن نتخذها او نسمعها او النصائح اللي ممكن نقولها علشان ما نوصلش لا قدر الله الى ابغض الحلال اللي هو الطلاق. اول مشاكل بتحصل هي المشاكل المعروفة، هي المشاكل المادية، عدم الانفاق، انا بقول لك على عذاب الطلاق، عدم تلبية مطالب المرأة من العلاقات الحميمة، حاجات كتيرة، مشاكل كتيرة. دي المشاكل المتواجدة يعني، دي الأكثر الأكثر تواجدا يعني؟ ده لا، مش الأكثر تواجدا، دي اللي موجودة على الساحة، إنما في العمق في مشاكل أكبر، هي تدخل الأهل طبعا، وإن بيكونوا بيعملوا علاقة، مش بيعملوا علاقة أسرية جديدة بين العائلتين. أتمنى إن احنا نفتح المداخلات، يعني أستأذن السادة الإعداد بره إن هم يدخلونا مداخلات، للي عنده مشكله يقدر يتواصل معانا دلوقتي حالا على الهوا. بس خليني اسالك، انا ناقشت معاك الطلاق في اكثر من حلقه، والحمد لله ناقشناه بموضوعيه وناقشناه بطريقه هي حلقات سهلة النهارده حتى لا يتم الطلاق. ايه الحلول بالظبط حتى لا يتم الطلاق؟ دلوقتي احنا ناقشناه وعرفنا اسبابه ايه، مش جاي اتكلم في اسبابه، واتكلمنا ان في بدل السبب المادي في السبب الخاص بالاسره والسبب الخاص بالعائله، وتدخل الاسره من ناحيه الزوجه وتدخل الأسرة من ناحية الزوج بيؤدي إلى المشاكل والخلافات الزوجية. طيب ده مش موضوعي، يعني أنا موضوعي دلوقتي إزاي أوصل إن أنا أقلل المشكلة دي، ودي ظاهرة بقت متواجدة في الوطن العربي كله، أنا مش بكلمك في مصر بس، لا ده في الشرق الأوسط عامة. طبعا الطلاق ابتدى ينتشر، أنا شفت الإحصائيات بتقول إن نسبة الطلاق بتوصل ل 30 و40% في بعض الحالات وبعض المحافظات بالذات تحديدا. وطبعا احنا اتكلمنا في اسباب الطلاق كتير قوي. ليه ازاي عايزين نتلافى دوت؟ نتلافاه اولا ان العيلتين اللي بيناسبوا بعض مش بيكونوا اسره جديده، لا ده بتبقى معركه ما بين العيلتين، مين معك افضل ومين احسن ومين يفرض شروطه في البدايه. يبقى بدايه لازم تعرفوا ان مشروع الجواز بين العيلتين هو مشروع اسره تكامليه، وانتوا بتعملوا انتوا الاثنين العيلتين بيكونوا اسره جديده متكامله. طبعا في مشاكل كتيره قوي في سوء الاختيار، لان الزوج اللي هو في زوج بيبقى ضعيف الشخصيه، مرتبط باهله وبيسمع كلام اهله، برضه بيأثر على ذلك على نسب الطلاق اكيد. نيجي الاهم من سبب والسبب الرئيسي هو عدم اختيار الشخصيه المناسبه اللي ممكن. طب هي اختارت واللي حصل حصل، ازاي يعني؟ واللي كان كان، لا ما تسويني يا استاذ ايمن، واتطلقوا فعلا؟ عايز اقول لحضرتك يعني هي اختارت واللي كان وكانت مقتنعه بيه وفجاه لقت حاجه تانية، وهو اختار وكان مقتنع بيها وفجاه لقى حاجه تانية، هو دلوقتي السبب ايه؟ يعني انا من وجهه نظري انا تمام ان دلوقتي السوشيال ميديا بقت عامل اساسي، ازاي نتلاشى يعني السوشيال ميديا في بيوتنا؟ يعني ما تاثرش علينا يعني دلوقتي، يعني انا معلش مع احترامي ليك، انت كنت في يعتبر كنت في معركه من قيمه اسابيع، وتعتبر كنت بتحارب في حوار زواج البارت تايم اللي انا كنت متفق معاك فيه ان هو لا يصلح ولا يجوز، لان ده بيؤدي لخراب البيوت. مش محتاجه ان احنا نضيف التاتش بتاعنا كاعلاميين او نتكلم ونقول ان زواج البارت تايم دوت خراب للبيت، لا احنا مش هنقول كده، هو اوريدي في خراب للبيوت، احنا عايزين نتلاشى ده. ايوه طبعا في بعض الاعلاميين وبعض الصحفيين وبعض اصحاب الراي بيوصلوا الفكره ان المراه كائن متسلط على الرجل، وفي بعض الاعلاميات والاعلاميين برضو بيقولوا للست تسلطي وتجبري على الزوج، وكوني ليكي شخصيه مش بس ند للزوج، لا كمان كوني اعلى منه وفرضي شروطك عليه. الاعلاميين دول احنا اتكلمنا عليهم كتير، سواء اللي بيوصلوا ان الزوج متسلط ومتجبر وان هو بيفرض شروطه على الزوجه، وفي الناحيه الثانيه في اعلاميين بيقول للزوجه افرضي شروطك على الزوج وكوني ليكي شخصيه، ودعوات الفيمينيست اللي احنا زهقنا منها كتير قوي، ما كل دي بتاثر على بيوتنا وبتاثر يعني على انت لو جات لك قضيه يا استاذ ايمن ان الزوجه
جايه ترفع قضيه ان هي مش مستريحه مع جوزها عشان خاطر هو فارض شروطه عليها، ولكن هو الراجل شايف يعني واجبات بيته من كل حاجه، ولكن هو فارض شروطه عليها، مأيدها شويه في حركتها والكلام ده كله، تقبلها؟ انا اقبل اي قضيه. ده موضوع يعني ده موضوع مني دي حاجه شخصيه كده. بس انا مش متفق معاك، انا اترافع عن الجواسيس والاخوان واهل الشر، ده موضوع لان حق الدفاع ده مكفول لكل انسان، ده موضوع على جنب. ازاي تقبل قضيه وانت مش مقتنع بيها؟ دور المحامي وانت مش معاك الحق، دور المحامي ان هو يوصل للقاضي ظروف للدعوه وظروف ملابساتها وظروف كتيره قوي يعني، ونص يعني القانون. معلش انا اسف يعني اعذرني في السؤال ده، يعني انت يعني افرض هم مش على الحق، هتحول الباطل حق؟ لا طبعا. امال ايه طيب؟ لا طبعا. امال ايه؟ مفيش محاكمه. انا عايزك بس ايه، عشان انا مش عايز اخدها معاك شخصيه والله، انا مش عايز اخد معاك الحوار حوار شخصي، انا بتكلم، انا خرجت من نقاش في الطلاق واسبابه. هي دايما حلقاتك معايا كده يعني من موضوع لموضوع لموضوع. لازم من شروط اي محاكمه عادله يكون في محامي موجود في للدفاع. تمام. حتى لو كان هذا المتهم مجرم او جاسوس او ايا ما يكون. حلو. فشرط اساسي لوجود حكم عادل ان يكون في محامي. فانت تلعب بقى دور المحامي دوت باي شكل، لازم وجودك. حتى لو كان وجود شكلي. حتى لو كان وجود شكلي. فمساله انا مقتنع ببراءه المتهم. خلينا نرجع للموضوع. فكرة ان هو مسيطر عليها، طبعا امال مين يسيطر على الزوجة يعني؟ ما كانش جوزها اللي يسيطر عليها يعني. هو احنا الستات بقت هي اللي هتمشينا ولا الرجالة دلوقتي هي دلوقتي اللي هي القوامة؟ خلينا نتكلم في الواقع. اي مشكلة زوجية بقت علني على السوشيال ميديا، علني على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني بتستخدم قضيتها وتفضل تحكي تقول ايه اللي حصل من مشكلة وهي ماسكة الموبايل كده. ودي تربية يعني، انت فاهم قصدي يعني؟ دي تربية. ايوه. انا اناقش كاعلامي، اقدر ازاي ارشد الناس ان هي اوعيهم ان السوشيال ميديا دي سبب من خراب البيوت؟ اوعيهم ازاي؟ اللي يتخرج اسرار بيتها واسرار جوزها والاسرار الخاصه جدا على السوشيال ميديا عشان تبقى وسيله ضغط على جوزها، دي مش ست لا تربت ولا شافت تربيه ولا تعرف حاجه عن الاخلاق. تفتكر دي هتطلع جيل كويس؟ لا يمكن طبعا. بس برضه انا عايز اقول لك ان الاطفال ربنا برضه بيخصهم بنوع من الحماية نوعا ما يعني، فالطفل اللي بيكون عايز يبقى كويس بيبقى كويس يعني. فمش معقولة كل أبناء الفسدة بيطلعوا يعني مجرمين يعني. فأنا شايف إن هي الست في الموضوع دوت يعني بتكون أخلت بحقوق الطفل، والنتيجة الطبيعية إن هي تخرج طفل غير مسؤول وغير سوي وغير مفيد للمجتمع. فأنا بننصح الستات كلها ما تطلعوش أسراركم على السوشيال ميديا لو تكرمتوا، لان دي وسيله رخيصه للضغط على الزوج او على الطرف الاخر. اللي هو يعني بتمشي بنظام اللي هو الفضيحه، لما افضحه هو هيجي يعني، وهو بقى يفضحها ونبقى ماشيين بقى في فضايح بقى. يبقى لا انا معظمهم والله العظيم معظم اللي شفته من السيدات، اقسم بالله ما لقيت راجل طلع بيقول كذا وكذا وكذا غير واحد او اتنين واتكلمت عليهم قبل كده. لكن انا بكلمك ان معظم المشاكل الزوجيه اللي بتطلع بتطلع من السيدات. يعني في واحده تطلع تقول لك هايفن ذاتي، انا النهارده اتطلقت، تاني يوم تقول لك انا رجعت، تاني يوم تقول لك انا وهكذا الحياه. ده شيء بسيط، لكن اللي بتقول اسرار واسرار العلاقات الخاصه جدا والاسرار الخاصه جدا بيوصلوا لاكتر من كده، بتقولها على السوشيال ميديا مش بس عشان تبقى وسيله ضغط على الزوج، لا كمان ده للتربح، وكمان ساعات بيكون بالاتفاق مع الزوج. برافو عليك. اتفق معاك، عشان خاطر يجيبوا اكبر نسبه مشاهدات ممكنه. أيوة. وده حدث من فتره لما اتكلمت عن شخص ما في حلقه برضو كانت معاك، ان الشخص دوت عمل زي سيناريو ما بينه وما بين زوجته. السيناريو ده ابتدت الناس يعني تعتبر بقت تتابعه يوميا بصفه يوميا، كل يوم يستنونا في لايف الساعه كذا سواء منه او منها، وهي ترد وهو يرد وهي ترد وهو يرد، وبتتهمه بالخيانه الزوجيه وهي حامل، ويرجع تاني ليها، وتنتهي المشهد الاخير بان هي تخلف. دراما حقيقيه متواجده على مين يبقى نفسه كده غير واحد انا شايف ان هو منحط وعديم التربيه. والست اللي توافقوا على كده انا شايف ده لسه بقى في نوع من انواع النخاسه الرخيصه جدا. وان هو يكون موافق ويحط نفسه في هذا الموقف، ده انا شايف يعني محتاج ان هو يراجع نفسه ويراجع تربيته ويراجع اخلاقه كويس جدا. وكمان المشاهدين اللي بيتابعوه، انت عارف ان الراجل ده مشاهدينه بالملايين ولا ما تعرفش؟ اكيد طبعا. طب بتتفرجوا على ايه؟ بتتفرجوا على حد بيقول على نفسه ان هو خليني استقبل دكتور شريف العمري. الو، المتخصص في شؤون الاسره. الو، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وبركاته. ازيك يا دكتور شريف، عامل ايه؟ حضرتك يا استاذ مصطفى، اخبار حضرتك ايه؟ زي حضرتك دايما متالق يا استاذ مصطفى. ربنا يحفظك يا فندم يا رب، وليك وحشه يا دكتور. وتحياتي لضيفك الكريم. ربنا يخليك يا فندم. ربنا يخليك يا دكتور. انت وحشنا برضه يا استاذ مصطفى، ونشوفك على خير دايما. ربنا يخليك يا دكتور شريف. دكتور شريف خليني اتحدث مع حضرتك، احنا اتكلمنا مع بعض عن الطلاق ومشاكله وناقشناه في حلقه طويله جدا، وتشرفت بوجودك معايا في الاستديو. خليني اقول النهارده انا بناقش ازاي اقلل حالات الطلاق، ازاي اوعي الناس واوعي الساده المشاهدين بان الطلاق زاد جدا عن نسبته، يعني نسبته الطبيعيه بقى زايد بطريقه غير طبيعيه، ازاي اوعي الناس؟ طبعا تحياتي لحضرتك واطروحاتك الجميله وتمنياتي المزيد من التقدم والتفوق ان شاء الله. ربنا يخليك يا دكتور. وتحياتي للاستاذ ايمن، منور يا استاذ ايمن. اشكرك يا فندم، اشكرك يا دكتور. شوف يا استاذ مصطفى، اولا موضوع الحد من حالات الطلاق وفتره الطلاق ينقسم لقسمين. القسم الاول تاهيل قبل الزواج، والقسم الثاني المعالجه بعد الزواج، اللي هو معلش القسم الاول ايه؟ القسم الاول بقطعك، معلش القسم الاول ايه؟ التأهيل قبل الزواج. التأهيل قبل الزواج؟ تأهيل، التأهيل. 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 بعتذر لحضرتك من السماع. التأهيل يؤهل. تمام. يعني لابد الشاب اللي هو مقدم على الزواج يكون عنده آليات ان هو فاهم يتزوج ازاي. كذا من اكثر من مره بيتكلم ويقول الشاب لما بيجي يشتري عربيه عارف بيتعلم السواقه عشان ما يخبطش ويفكر العربيه. لما صح. بيجي مثلا يشغل حاجه كهربائيه بيعرف يشتغل ازاي وتتفتح ازاي عشان ما يتكهربش. كلام صح. انت ليه لما بتتجوز ما بتتعلمش الجواز في الاول عشان تكون مؤهل ليه؟ صح. فده اسمه اللي هي الخطوه الاولى، تأهيل قبل الزواج. برضه كذلك البنت. البنت النهارده رايحه من بيت والدها اللي فيها امها وفيها بابا وفيها اخواتها، بقت هي ربه المنزل اللي مسؤول عن كل حاجه فيه، وهو زوجها موجود او مش موجود بحيث ان زوجها يكون بشكل كويس، ونظافه البيت والاكل والشرب والوجبه اللي هي بتعملها البيت، لابد ان هي تكون مؤهله. فانا شايف ان في افتقاد كبير لتاهيل الولد والبنت قبل الزواج اصلا. الولد يعني لابد من تاهيلهم لمعرفه الحياه الزوجيه يعني. طبعا تمام. الولد والبنت بيخشوا على الزواج كايه؟ كتجربه كده، احنا نفرح شويه، احنا هنتجوزنا، احنا عريس وعروسه. انما ان هم هيعيشوا ويخلفوا مسؤوليه وواجهه اجتماعيه ونجاح وتاسيس، ده ما بيبقاش عندهم الاجيال دي. ده بالنسبه للتاهيل قبل الزواج. طب بعد الزواج بقى، ناس اتجوزت وخلاص وعندهم مشاكل. يا استاذ مصطفى، من خلال برنامج الجميل بارك الله فيك، بقول للاهالي بعد اذنكم اقفوا جنب ولادكم. تمام. الاهالي يا استاذ مصطفى كل واحد ملهي في حاله، وسايبين الازواج اللي بينهم مشاكل مش بيقفوا جنبهم اللي بيساعدوهم، بل بيمرروا. اذا غياب الوعي الاسري برضه ليه دور، صح كده؟ طبعا. تمام. العائله لازم ان هي تنصحني في ايه في نص وليها عرض. دكتور شريف تنصحني بايه غير الاثنين دول؟ هم دول بس، ان التاهل قبل الزواج وغياب الوعي الاسري بالنسبه لان الاسره ما بتوعيش. هو انا حاصر يا استاذ مصطفى الامور كلها في الحاجتين دول، تاهيل قبل الزواج وان التوعيه بعد الزواج. بتوجه بحضرتك. لابد تقف جنب الزوجين. اتوجه لحضرتك بالشكر دكتور شريف العامر، ان شاء الله في انتظارك في حلقه معايا باذن الله. شرفتني ونورتني. تتفق مع كلام دكتور شريف؟ طبعا اتفق معاه اتفاق كامل. وانا شايف ان الحل السحري لاي مشكله اسريه هو ان الراجل يكون راجل والست تكون ست. يعني ايه تبقى راجل؟ في فطره ربنا خلقها، يعني ايه عارف يعني ايه تبقى راجل؟ تبقى موقفك ايه؟ لما بتؤمر بتؤمر ازاي؟ ولما بتطبطب بتطبطب ازاي؟ مش الراجل بالشده والعنف، لا، الراجل بيتخذ القرارات المناسبه في الوقت المناسب. عايزين نتفق مع فضيلة الشيخ شريف العماري ونقول نعلم الناس، لأن الناس ابتدت تنسى يعني إيه راجل، ونعلم شبابنا يعني إيه راجل، لأن الناس ومفاهيم السوشيال ميديا غيرت المفاهيم كلها. ترد عليك تبقى الست برضه ست. طيب أنت شايف إن الجيل اللي طالع دوت عامة هل جيل مؤهل سواء رجل أو ست؟ هل جيل مؤهل لفتح يعني فتح بيت او لبناء اسره للمجتمع المصري؟ ده الجيل ده ربنا يكون في عونه، يا ربنا يكون في عون اولادنا. متعرضين لحروب من كل ناحيه. حروب ايه؟ حروب كتيره جدا. بيشوفوا المجرم على شاشات التلفزيون هو البطل وهو اللي معاه فلوس، بيشوفوا ان الفاسد
هو ده شكل من اشكال النجاح، بيشوفوا حاجات كتيره قوي، بيشوفوا تغيير في المفاهيم لدرجه ان انت لما تبقى وطني وتدافع عن بلدك بيقول لك انت بتطبل، لما بتكون انت متدين يقول لك عليك ارهابي، مشاكل كتيره جدا جدا بتحاوطنا من السوشيال ميديا من اعدائنا، وشيء طبعا انا شايف ان هو بيحط شبابنا في مشاكل كتيره، وازمه كورونا وغياب التعليم، مشاكل كتيره قوي 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 محتاجين احنا نبص لشبابنا. انت شايف ان الجيل ده مظلوم؟ بس احنا اللي ظالمينه، لان احنا من حقنا ان احنا نقف جنب شبابنا ونعرفهم، لان هم ما بيتعلموش مننا حاجه، احنا فعلا مشغولين عنهم، والسوشيال ميديا هي اللي بتربيهم وبتربيهم انت عارف تربيه خاطئه وبتغير لهم المفاهيم. نصيحه في نص دي عشان وقت حلقتنا. نصيحه لمين؟ لكل الوطن العربي ولكل الاسر عامه. النصيحه حبوا بلدكم، راعوا ضميركم، عمر ما الغلط او اي شكل من اشكال الانحراف او اي شكل من الانحراف السلوكي ممكن يوصل للنجاح، وباذن الله مصر بخير ومصر فعلا محروسه باذن الله. تشرفت بيك دكتور ايمن، بعتذر لديك الوقت وبعتذر للتاخير. انا بتشرف طبعا والله، بس ربنا يخليك، وبعتذر لكل الساده المشاهدين طبعا، لحين القاكم الاسابيع المقبله، دمتم في حفظ الله.